السلام عليكم إخواني أخواتي، أهلا بكم في درس جديد. اليوم سأشرح لكم تطبيق رائع جدا يستعمل بكثرة في المحادثات. فإذا كنت تتحدث بكثرة في الواتساب أو الميسنجر أو أي تطبيق آخر، فأنت تحتاج لا محالة لهذا التطبيق. قبل البدء ندعوكم إخواني أخواتي إلى الاشتراك في قناتي والضغط على زر إعجاب إن أعجبك الفيديو. نذهب الآن إخواني أخواتي إلى كيفية تحميل أو لطريقة تحميل هذا البرنامج. ندخل إلى متجر جوجل أو بلاي ستور، ثم نكتب جيبورد اللي هو اسم التطبيق الذي سنشرحه اليوم، جيبورد لكلافي جوجل، ثم نضغط على تثبيت أو انستالي. فهذا الموقع إخواني أخواتي حصل على أكثر من 500 مليون تحميل، أي هذا دليل قاطع على أنه برنامج مهم ويحتاجه الجميع في هاتفه. ننتظر حتى يثبت هذا البرنامج، هو في تقريبا 20 ميجا أوكتين، ننتظر تثبيته. فهو يقدم لك إخواني أخواتي الترجمة الفورية، أنك لا تحتاج إلى الدخول إلى مواقع أخرى للترجمة ثم عمل كوبي ثم كولي. هذا يقدم لك الترجمة الفورية، أي أنك تكتبه وهو يترجم ثم ترسل الرسالة في الوقت نفسه. يعني هذه ميزة تحتاجها، أي واحد فينا يحتاج هذه الميزة، ستسهل عليك الأمر في الترجمة. نضغط على أوفغيغ ثم أكتبي دون الباغاماتر، ثم نضغط على جيبورد ثم أوكي. المرحلة الثانية سيلكسيوني أن مود دو سيزي، نضغط على جيبورد وليس كلافي سامسونج، ثم ديفيني لوتوريزاسيون أوتوريزي أوكي. ها قد تم التثبيت. هنا نضيف لغات أخرى، فهذا فمثلا أريد أن أضيف اللغة العربية. نرجع من الأول ثم نضغط على أغاب، نضغط عفوا أجوتي أنكلافي، أغاب ماروك أو أغاب ألجيري أو أغاب تونسي على حسب بلدك. ها قد تمت إضافة اللغة العربية، ويمكن إضافة لغات أخرى، الروسية التركية الصينية على حسب اختياراتك. ها قد تم إضافة لغة أخرى، يعني مثلا فرنسي وأغاب. هنا العديد من الإعدادات يمكنك الاستفادة منها والاطلاع عليها عند تثبيت البرنامج. خلفيته رائعة جدا، حقا أعجبني هذا التطبيق، خلفيات رائعة جدا يمكن الاستفادة منها. وهناك العديد من الإعدادات الرائعة جدا، وستحتاجها لا محالة عند عملك. فهذا البرنامج إخواني أخواتي يقدم لكم الترجمة الفورية، هذه هي ميزته الرائعة جدا، الترجمة الفورية، أي أنك لا تحتاج إلى الدخول إلى مواقع أخرى والترجمة ثم عمل كوبي ثم كولي. فهذا أمر صعب جدا ومرض. نضغط على هذه الأيقونة ثم نضغط على أوكي، ثم هنا نختار اللغة التي ستكتب بها. مثلا أنا أختار العربي، فهو يترجم لي إلى اللغة الإنجليزية. فمثلا سأكتب مرحبا، فهذا أبي، مرحبا كيف حالك مثلا. فهو لاحظوا إخواني أخواتي، فهو يترجم الترجمة الفورية، ويمكنك الإرسال الرسالة في آن وقت، يعني أنك لا تحتاج إلى الدخول إلى مواقع أخرى ثم الترجمة ثم كوبي ثم كولي. فهذا أمر مرهق جدا. فمثلا كما تلاحظون فهو ويمكنك استعماله في ميسنجر واتساب، في أي واجهة يمكنك استعمال هذا البرنامج. فقد شغل الشبكة وستستفيد من هذه الميزة. فهناك خلفيات رائعة جدا كما سبق أن شرحت، مثلا تختار هذه الخلفية كما تلاحظون، خلفية جميلة. وهناك العديد من الخلفيات، وهناك العديد من الميزات. فأؤكد لكم أصدقائي أنكم ستعجبون بهذا البرنامج، رائع جدا، يسهل عليكم العديد. ها قد تم شرح هذا البرنامج، أدعو من الله أنني وفقت في شرح هذا البرنامج. ولا تنسى إخواني أخواتي أن تضغطوا على زر سبسكرايب ثم الإعجاب في الفيديو، وإلى درس قادم إن شاء الله.